المسلمين. أيها المشاهدين الكرام، أيها الأخوة الحضور، السلام عليكم. ناس لا تقل هذا الكلام أمامي. لماذا نستعين بشخص ما وأنا موجود؟ ألا يعجبك صوتي الجهوري؟ ألا يعجبك منظري؟ أنا أفضل من يعلق على البرامج. كفاك غرورا يا عجول، فأنت تستعرض عضلاتك فقط، وعندما يحين الوقت المناسب تهرب أو تنزوي في مكان ما ونقع نحن في مشكلة. شاهين الطالنا كذلك، جربني يا قرناس، جربني يا صديقي. خذ هذه الأوراق واطلع عليها لنعطيه فرصة أخيرة يا شاهين. فرصة؟ ولكن ماذا عن يمامة ونعومة وهيثم وحبوب؟ ثم ماذا عني أنا أيضا؟ يمامة ونعومة مشغولتان في إعداد زوايا البريد والهاتف. صحيح. أما حبوب ينام وهو يقرأ، وهيثم يحضر مواضيع للمحطة في المكتبة. وانظر بعينيك يا قرناس، شاهين ليس له يدان ليقلب الصفحات، وأنت يا قرناس ستخرج البرنامج. عجول معه حق، إذا لم يبقى حل أمامنا سوى عجول. لنعطيه فرصة. نعم. هيا عجول، هل اطلعت على الأوراق؟ أنا دائما جاهز حتى لو لم تكن عندي أوراق.
فعقلي يرتجل المعلومات ارتجالا وأستطيع تقديم أي شيء فورا على الهواء مباشرة. هيا تفضل. تفضل يا عجول تفضل. كرناس، ما الموضوع الذي تريد أن أقرأه؟ إنها معلومات وثائقية عن الملح والفضاء. هذا أنا أقرأ هذا كله وحدي. ولكنك تبرعت في البداية وغضبت لأننا نبحث عن شخص غيرك للتعليق على البرامج. غضبت صحيح، ولكني سأغضب أكثر إذا حملتموني هذه الأوراق كلها لأقرأها. ما هذا؟ كل العمل على عجول. لن أستأنف، أنا أعترض. كل المحطة فوق رأسي، لن أستأنف، أنا مستنكف مستنكف. غريب فعلا. ثم من قال لكما بأنني أحسن القراءة؟ ها؟ أنا لم أدخل المدرسة بعد. لقد عدنا من حيث البداية. ما رأيك يا قرناس أن نستعين بشخص آخر غير عجول؟ لا لا لا. صباح الخير. صباح الخير يا ماما، أنت هنا؟ أجل، ما بك يا نعومة؟ قرأت على غير عادتك. منذ الصباح يا ماما وأنا أفكر وأفكر. لماذا يا نعومة؟ وما هذه الأوراق الممزقة والمبعثرة أمامك؟ كنت أحاول إعداد حلقة من بريد المشاهدين، ولكنني لم أجد الموضوع المناسب يا ماما. لم تصلك رسائل من الأصدقاء؟ وصلت رسائل كثيرة، ولكنني لم أتمكن من قراءتها. لماذا يا نعومة؟ ليس هذا هو المهم الآن، المهم عندي أن أجد موضوعا للحلقة. إذا اقترحت عليك موضوعا جيد، أتخبريني لماذا لم تقرأ الرسائل؟ أجل يا نانا، أجل سأخبرك. ما هو الموضوع؟ أخبريني. وصلتني هذه الرسالة خطأ، وهي لك، لأن موضوعها يخص بريد المشاهدين وفيها سؤال عن الدراسة. تفضلي. شكرا شكرا لك يا ماما يا حبيبتي، شكرا. ولكن لماذا لم تقرأ الرسائل؟ لقد أكلت الفأرة جميع الرسائل التي وصلتني هذا الأسبوع. سأتصل بأحد المذيعين ليشارك معنا في بعض التعليقات على بعض برامجنا، ما رأيك؟ ممتاز، فكرتك جيدة يا قرناس، ولكن هل سيوافقون على مساعدتنا دون تقديم مكافأة لهم؟ يا صديقي شاهين، الكبار يساعدون الأطفال دوما وبدون مقابل، وخاصة أن الأمر يخص المجتمع والأطفال. أنت محق يا قرناس، الكبار يحبون الأطفال، ومحطتنا لن تقدم إلا المفيد والنافع إن شاء الله. وأنا نعم سأساعدك في الاتصال بهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته، لقد أتيتما في الوقت المناسب. ناسف لحضورنا المفاجئ، ولكن وجدنا ضوء الاستوديو مطفئ، فعلمنا بأنكم لا تبثون الآن. صحيح، لأننا بصدد تسجيل تعليق صوتي على البرامج الوثائقية. ومن سيسجل لكم؟ لدينا مشكلة في هذا الأمر، وسوف نستعين بأحد المذيعين المتخصصين لمساعدتنا. فكرة أبي، ما رأيك أن تعلق على بعض البرامج؟ أنا؟ كيف؟ أنا سأقول لك، نحن نريدك كما أنت، ستقرأ بعض الأوراق ولن نتعبك في حفظها. إذن سنرى صورتك على الشاشة يا أحمد. وأنت يا ماما بدرية ساعدينا أرجوك، ما رأيكم؟ أنا ليس لدي وقت، فعندي الكثير من الأشغال. أرجوكما فقط حاولا. ما رأيك؟ لنحاول. أمرنا لله. شكرا لكما. أصدقائي السلام عليكم جميعا، وصلتنا رسالة من إحدى الأمهات المهتمات بالبرنامج، وتقول فيها: بما أن ابني نبيل من مشاهدي محطتكم، ف
فربما يسمع كلامكم. ومشكلة ابني أنه يحب اللعب كثيرا، وعندما يأتي موعد تحضير دروسه يتعب وينام. فأرجو أن تشاركوني في حل هذه المشكلة. أولا نشكرك يا أم نبيل على ثقتك بنا، مع أننا نتمنى أن يسمع نبيل أولا كلامك ونصحك، فأنت أمه وتريدين مصلحته. وقد ذكرت أن نبيل يلعب أولا ثم يدرس، وهذه هي المشكلة. فلو أنه درس أولا وبعد ذلك لعب لنام وهو سعيد بأنه أنهى واجباته ولعب بسعادة دون أن يكون باله مشغولا. صدقني يا نبيل أن ساعة فقط من وقتك مع التركيز الجيد تنهي فيها واجباتك، وبعد ذلك أمامك متسع من الوقت لتفعل به ما تريد. أتمنى يا نبيل أن تستمع لنصائح والديك، فهما يريدان نجاحك وراحتك. إلى اللقاء يا أحبائي. لا أحب الغش، لا أحب الخداع. واحد اثنان خدعوني. وجدتك أخيرا، فأنت هنا، كنت أنتظرك بالحديقة لنلعب بالكرة. لا أحب الغش، لا أحب الخداع. من غشك يا عجول؟ من خدعك؟ لقد رشحت يا حبوب لأكون أحد اللاعبين في مباراة مهمة لكرة السلة، واختاروني لأني رشيق. نعم رشيق، واضح، أكمل. وعندما وصلت إلى الملعب اكتشفت أنهم يخدعونني. كيف خدعوك؟ اكتشفت أن السلة التي سأرمي بها الكرة مثقوبة. ها؟ ومن ثقبها؟ خذ يا أخي الحبيب نصيحة الحكيم، خذ
يا أخي الحنين نصيحة الحكيم فعقلك القوي بجسمك السليم خذ يا أخي الحنين نصيحة الحكيم مهمة وأتمنى أن تعجبكم فكرتي. نعم أتمنى ذلك. وما هي لعبتك الجديدة؟ إنها ليست لعبة، إنها حكاية وفيها الكثير من الأرقام. حكاية وأرقام؟ رائع، ما عنوان القصة؟ حكاية عنوانها الطفل الذي لا يحب المدرسة وجاره الحكيم. وموعد فقرتك؟ نسيت، ولكن هل سترويها لنا يا حبوب فيما بعد؟ بل ستشاهدينها على الشاشة. رائع، ممتاز ممتاز. بشرط أن ترويها لنا الآنسة قصة. نعم ولكن ألم تغضب مني؟ لا بأس بقليل من التغيير. شكرا لك يا جرناس، شكرا لك، كما أنت رائع رائع. حاضر يا أستاذ، حاضر. لا يا أستاذ، هذا غير ممكن يا أستاذ، هو مهم جدا عندي، يفهمني ويعرف كل أفكاري. حاضر يا أستاذ، حاضر. مرحبا فاكر. دهشان؟ نعم. أنت لن تعمل عندنا هنا في المحطة. ماذا؟ لن أعمل في المحطة؟ لماذا؟ بصراحة، لأن تحصيلك الدراسي لا يؤهلك للعمل عندنا. وبماذا ينفعني التحصيل الدراسي؟ بماذا نفعك أنت؟ بشر؟ يكفي سخرية مني، أنا لا أسخر، أنا أقول الصدق. دهشان؟ نعم. عندي حل. ما هو؟ وأرجو أن يكون سهلا. هو سهل، هو سهل جدا. تفضل. ادخل المدرسة المسائية. لا 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 لا، أنا لا أدخل المدرسة، أرجوك. لا، هذا حل صعب. أحتاج إلى وقت طويل كي أدرس وأنجح وأتخرج. أوه دهشان، أنا لا أريدك أن تتخرج، فقط ادخل المدرسة، وحين يسمع المدير بأنك دخلت المدرسة سيبقيك هنا للعمل. أرجوك يا فاكر، هذا حل صعب، ألا يوجد حل آخر؟ أدخل المدرسة ريثما نفكر في حل آخر. حسن، سأفعل، ولكنني لن أنجح. أوه دهشان، أنت لن تنجح في شيء، أعرف ذلك. المهم اسمع كلامي فقط. حسن دعني أفكر. فكر. لا 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 لا. مرحبا أصدقائي الأحباء، كلنا نعلم أن المدرسة منبع للعلم والمعرفة والثقافة، ومكان مهم وضروري للتعلم، والإنسان لا يعيش بدون العلم، فكيف سيدبر أمور حياته عندما يكبر وهو لا يعرف القراءة والكتابة؟ والجهل عدو الإنسان، فالجاهل يا أصدقائي يؤذي نفسه أولا ويؤذي الآخرين بجهله. واليوم أصدقائي سأروي لكم قصة اقترحها علي صديقنا حبوب، وهي عن الطفل الذي لا يحب المدرسة. كان هناك طفل يحب اللعب كثيراً، وبقدر حبه للعب كان يكره الذهاب إلى المدرسة. وفي يوم من الأيام جاءته هدية من والده، ولكن الهدية كانت مشروطة،
فإذا عرف الطفل عدد قطع الحلوى الموجودة في العلبة أخذها كلها، وإذا لم يعرف استرجعها منه أبوه. ولما أراد الطفل عد قطع الحلوى لم يعرف، فهو كما تعلمون لم يتعلم الحساب والأعداد وجدول الضرب. فكر الطفل وقال: سأذهب إلى جدي فهو سيساعدني في عد قطع الحلوى. فوافق الجد على ذلك وبدأ بعد القطع، ولما انتهى قال للطفل بأنه يملك 250 قطعة حلوى. ففرح الطفل كثيرا، ولكن جده طلب منه أن يعطيه بعض القطع كأجر له مقابل عدها. فسأله الطفل: كم تريد يا جدي؟ قال الجد: لقد أمضيت 4 ساعات في العد، وأريد أن تعطيني قطعتين مقابل الساعة الأولى، و4 قطع في الساعة الثانية، أي 2 مضروبة ب2 وتساوي 4، و4 مضروبة ب4 مقابل الساعة الثالثة، أي 16 قطعة، و16 مضروبة ب16 قطعة مقابل الساعة الرابعة. وهنا قطعه الطفل ووافق على طلب جده بسرعة وبدون أن يفكر، فهو يملك الكثير من قطع الحلوى. ولكن ما هو الأجر الكامل الذي سيتقاضاه الجد؟ هل تستطيعون أن تحسبوه يا أصدقائي؟ أرجوكم أرجوكم لا تتسرعوا كما فعل الطفل الذي يحب اللعب فقط ولا يحب المدرسة، لأن أجر الجد كان أكثر مما توقعه الطفل. فمجموع القطع 2 + 4 + 16 + 256 ويساوي 278 قطعة حلوى. كان يجب أن يعطيها الطفل لجده، وهذا ما لم يحسب حسابه. وهكذا أصدقائي وقع الطفل في ورطة كبيرة، فقد خسر كل القطع، وفوق ذلك فهو مدين لجده 28 قطعة أخرى. المسكين ندم كثيرا على أنه لم يكن يحب أن يتعلم شيئا. ولما أدرك الجد بأن الطفل قد ندم فعلا، عاد له علبة الحلوى ومضى به إلى المدرسة، إلى المكان المهم جدا والمفيد جدا جدا، بعد أن كان يغلق أذنيه عن سماع الدرس. وهكذا أصدقائي انتهت حكاية اليوم عن الطفل الذي لا يحب المدرسة وقد أصبح الآن يحبها مثلكم، فأنا متأكدة بأنكم تحبونها كثيرا. دهشان، مضى وقت طويل وأنت تفكر وحتى الآن لم تصل إلى نتيجة. يا فاكر يا فاكر، لماذا تقطع علي سلسلة أفكاري؟ لماذا؟ إذن لا حل سوى أن تدخل المدرسة لتكمل تعليمك. لا، لن أذهب إلى المدرسة، فأنا لا أحبها. إذن لن تعمل عندنا هنا في المحطة. دهشان، تعليمات المدير تقول يجب أن نعتمد على أشخاص متعلمين أمثالي كي نستطيع منافسة محطة فضاؤنا الكبير. هذه هي التعليمات. تعليمات. حسن، سوف أذهب إلى محطة فضاؤنا الكبير. نعم دهشان. نعم، ماذا قلت؟ سأذهب إلى محطة فضاؤنا الكبير. فكرة رائعة رائعة رائعة. أية فكرة؟ فكرة رائعة دهشان، أنت عبقري. نحن نطردك من هنا وأنت تذهب إلى محطة فضاؤنا الكبير. بهذا
نستطيع أن نطلع على أسرار تلك المحطة. واو واو واو، رائع دكشان، رائع رائع. أحييك أحييك. لم أفهم شيئا. إسرائيل، لماذا أصبحت قصيرا؟ أنا لست شاهين، أنا فرخة. مع السلامة يا بني، إلى المدرسة يا بني. اسمع يا فاكر، أنا غير مقتنع بهذه الفكرة. دهشان، أنت ستقدم لمحطتنا، محطة الأفكار السريعة، خدمة جليلة كبيرة. نعم، تطردونني وأخدمكم كيف؟ لا عليك لا عليك، ستثبت من خلال هذا العمل إخلاصك وولاءك لمحطتنا، وأنا واثق واثق سيعيدك المدير إلى هذا العمل حينما يسمع بذلك. أنا واثق. أرجوك يا باكر، أرجوك. أهلا وسهلا بك يا حضرة المدير. دهشان، ماذا تفعل هنا؟ إنه أبو الأفكار دهشان. أبو الأفكار؟ نعم. وكيف يكون أبو الأفكار ولم يكمل تعليمه بعد؟ تفضل يا أستاذ، تفضل تفضل يا حضرة المدير، سأشرح لك فيما بعد. دهشان، نعم، هيا اذهب ولفت ما طلبته منك. هيا زيو. اسمع يا حضرة المدير. أصدقائي الأعزاء، اليوم نقدم لكم مسابقة جديدة ومفيدة بين الفريق ألف والمؤلف من نعومة، حبوب، عجول. والفريق باء المؤلف من يمامة وهيثم. شاهين، هذا لا يجوز، نحن أكثر منهم، فنحن ثلاثة وهم اثنان. وهذا من حسن حظكم، ولكنهم إذا فزنا سيقولون أنتم أكثر منا. فزتم يا عجول. هدوء هدوء، أرجوكم هدوء. طبعا سنفوز، وأنا وحدي أستطيع أن أغلبكم، فمعلوماتي كثيرة. سنرى يا عجوز، سنرى. اهدأوا أرجوكم واسمعوني. هيا يا جناس ابدأ المسابقة، هيا. السؤال الأول، ما هو الصحيح؟ نقول بائع القماش أم بائع النسيج؟ إنها سهلة، جميع الدكاكين تضع يا فطاط كتب عليها دكاكين القماش، ولم أرى دكانا واحدا كتب عليه كلمة النسيج. وما رأي الفريق باء؟ جواب عجول خطأ، والصحيح بائع النسيج. أحسنت يا هيثم، لقد خسر الفريق ألف. السؤال الثاني موجه إلى الفريق باء، ماذا نقول؟ دهسته السيارة أم دعسته السيارة؟ دعسته السيارة. صحيح، نقطة أخرى للفريق باء، لا شيء للفريق ألف. أهذا يا شهيد، أهذا أنت تنحاز إلى يمامة وهيثم؟ بل أنت لا تعرف شيئاً يا عجول. أنا لا أعرف شيئاً؟ إذن لما لم تجيبوا أنتم عن الأسئلة؟ أنت لم تعطينا فرصة للإجابة. اسمع يا شاهين، أنا لا أريد الاشتراك في المسابقة، أنا ذاهب. انتظر انتظر، ولكن المسابقة لم تنتهي بعد يا عجول. وما شأني أنا؟ هذه جائزتي يا عجول. أنا سأذهب لأنني أشعر بالنعاس. أنا لن أبقى وحدي في المسابقة، آسفة. وكما رأيتم يا أصدقائي، انسحب الفريق ألف بأكمله لأنه لم يجب على الأسئلة. إذن أعلن فوز الفريق باء بالجائزة، تهانينا لكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك، تفضل. شكرا، أنا دهشان، المذيع في محطة الأفكار السريعة. أهلا بك
يا أستاذ أشان، لقد سمعت عنك كثيرا. أهلا بك، تفضل وارتاح. أهلا. من البكاء أستاذ أشان، ما بك؟ لقد طردوني من محطة الأفكار السريعة. ولماذا يا دهشة؟ أقصد يا أستاذ دهشة، لماذا طردوك؟ يقولون إني لا أنفع، فجئت أعمل معكم. تعمل معنا هنا في المحطة؟ لحظة يا أستاذ دهشة، علي أن أخذ رأي زملائي في المحطة أولا. تعرف يجب أن أستشير جرناس ويمامة وعجول وشاهين والكاميرا روعة. اذهبي إليهم وأنا أنتظر. تفضل ارتح هنا وسأعود بعد قليل. لا تبكي. لا أراه. دعنا من هذا الأمر يا شاهين، فعلينا أعمال كثيرة يجب أن نقوم بها، وإذا عاد فنحن موافقون على أن يعمل معنا بشرط أن يكون جادا وصادقا. أنا مستغرب، أين ذهبت يا أستاذ دهشان؟ أستاذ دهشان، أستاذ دهشان، أين اختفي؟ أين كنت أيها الغبي؟ أين كنت؟ ماذا فعلت؟ اتركني يا باكر، اتركني. لقد فعلت ما لا تستطيع أنت أن تفعله. حسناً، هيا أخبرني ماذا فعلت يا أستاذ دهشان. هيا. لقد صورت لك كل الوثائق في محطة فضاؤنا الكبير. نعم. أمتأكد أنت يا دهشان؟ طبعاً متأكد، هذه الكاميرا وبها الفيلم. حسناً، إذن افتح الكاميرا وأخرج الفيلم. نعم. كي نظهره ونطلع على أسرار تلك المحطة العظيمة. هيا. حسناً. أين الفيلم؟ نعم. لقد نسيت الفيلم هنا في المكتب أيها الغبي. ماذا أفعل لك؟ اتركني يا ماجر.